شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي. إن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من فعل، ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي. لقد استشعرت القوات المسلحة انطلاقا من رؤيتها الثاقبة أن الشعب المصري الذي يدعوها أخبار العملية 73 لازم لازم العالم ماسك العسير بنص، لا في مصلحتنا ولا في مصلحتنا. ما تقلقش يا بني، كل حاجة متاحة. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.